ارتفع عدد زوار موقع عماد السيد المسيح المغطس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي بنسبة 81% عن العام السابق وقال مدير عام هيئة المغطس المهندس رستم مكجيان إن عدد زوار الموقع خلال الشهور الثمانية الماضية وصل إلى 150 ألف زائر وحاج وأن أعلى نسبة زوار كانت من إيطاليا تليها إسبانيا والولايات المتحدة ثم فرنسا فاليونان أما زوار الدول العربية فكانت أعلاها لبنان في حين وصلت نسبة السياحة الداخلية إلى 8% وأوضح مكيجيان أن العمل جار خلال هذا العام لزيادة أعداد الزوار والحجاج للوصول إلى أرقام جديدة لم يشهدها المختص من قبل خصوصا ان الموقع اصبح معروفا على الصعيد العالمي بعد ادراجه على خريطه السياحه الدينيه العالميه على انه الموقع التاريخي لعماد السيد المسيح الذي يحمل العديد من رسائل الوئام والمحبه والسلام للانسانيه جمعاء